السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الأسئلة إن شاء الله رقمها شنو حسب الجال بعض الإخوانكم سلسلة إذن 38 هي رقم سلسلة الأسئلة إن شاء الله الليلة كما أخبر بعض العابدين. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أسئلة بلدية الطوال تابع على طار. السؤال الأول: ما هو لباس المرأة المسلمة؟ اللباس اللي لابد للمرأة المسلمة منه هو اللباس الساتر، الماء زين له شيء لا يحتقرها ناظرها ولا يشتهيها ناظرها، ما تطيح من عينه ولا تمثل منها عينه، ساترا للعورة، ما ظهر منه ما هو ليديه ولوشه، واللي كامل ما منضبطه فيه في الضوابط فيه رايحة تجذب الوقي، معناها الزاد يتلذو بها الوقي. والله هو زين لافت الانتباه، والله ما يستر البدن نحو نحو يالي، هذا حرام. نعم. ما هو واجب المرأة المسلمة تجاه أهلها الغير الملتزمين؟ تنصحهم وتعلمهم وترشدهم وتجيب لهم الأشرطة وتسمع حالهم وتم فاتحة أحلاهم كان يعطي مولانا اللي منهم رايد مولانا بخير يسمع، وتسألهم مولانا الهداية، وتم إلى قد تستدعى بعض أقاربها الطيبين يجير معاهم مرة طيبة ولا راجل طيب حرمهم، إلى قد تستدعاه يجير عندهم مرة وتغمزوا على نباله ينبه للمدى اللي إنهم عيطار وما وياك طوجة معيطار وياك ينصح أهلها ومعيطة صاحبتها إياك يسمع عند أهلها شي متعدد، كانهم يعدوها يعدوا أسرته ونحو ذلك. نعم. هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن بصوت حسن أمام الأجانب؟ لمرأة صوتها الأصل فيه ما ترفع يكون لكن داعية للضرورة، لا لكن داعية للضرورة ترفع صوتها على قدر، وذاك من رواية قرأها ما هو معروف من عن السلف الصالح، لمرأة كانت رتل القرآن وصمت لها الرجال وكذا هذا ما هو معروف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. كيف تكون دعوتنا في أهلنا؟ هذا الأجواب للسبب. نعم. هل يجوز للمرأة أن تستعمل الأدهنة التي تغير البشرة وتزينها؟ إذا عاد لا يصق للجن عن غبر ولو ساخ لما يخصرش، ولا عاد يغير من الحمار إلى الخضار ومن الخضار إلى البياض، هذا لا يجوز، لأن الشيطان قال إنه ما هو ليان عن الوجه نغير خلقته. يا مولانا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولو ضلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان دنعا ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ما جايز للمرأة تغير لونها ولا جايز للراجل يغير لونه، يغار صقله تعود ما إلى يتأدي المرض ولا علة، ما تخصر ادهينه تصقلك يغار ما تغير خلقتك ولا تأدي لك أمراض من وراءك، ذا ما يخصر، واللي منه خالي يؤدي للنتائج يغرق يعود لا يجوز. وجاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، إن يعجب يقول المتنمصات المتفلجات المغيرات خلق الله. هذو ملعونين على لسان رسول الله نعوذ بالله من اللعنة. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا ملونا، وهل إذا لبسته وهو جميل يكون سبب الفتنة؟ المرأة يعود لباسها في زخرفة ونرواية تلفت انتباه الناس يشوفوها ويعود زاهلهم ويخرصوها، هذا لا يجوز. هو التبرج مرة يكون بعمل المرأة في نفسها ومرة يكون في لباسها،
تعرف التبرج هذا الجهر مولانا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج في الأصل هو الشيء الظاهر الذي يتراءه الناس. ما معنى هذا الشرك؟ القص الله كفرق ينقال له برج، وقيل للمرأة إنها تكون متبرجة تخص من التبرج، معناها الظهور البارز، فكل ما يؤدي إلى ظهورها ظهورا يلفت انتباه الناس هذا لا يجوز. ولذلك يقول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فسمى القرآن المكان المرتفع الذي ينعتها الوجيه من الأطراف أنه ينقال له برج. كذلك المرأة ينعد عليها الشيء تتناعت الناس ولافت انتباهها، ملف والله ديران دايرته والله حركة عدلها، كل ذلك من التبرج المحرم. نعم. هل المرأة التي تجمع شعرها إلى الخلف هل هي معنية بالبخت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البخت يال النذروتين رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. البخت نوع من الدواب يشبه الإبل إلا أن ذراوهنتين لو كذرا ويندارو الرقبات اللي عود ولا أخر من كذا ياكو هو المشبه به وملعون أصحاباته. أما كون هدار تسقبها القدام والله اللورة المهم تستره ولا تتبرج به وعنها تصد ساحر والله الشرق والله قبلة والله تل لا أعلم فيه شيئا يمنعه. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تطيع والديها فيما يعرف عندنا بالزرق أي انتخابات؟ هو باع الزرق اللي أن يخرج كلها يزرق بوه وعمه خاله ينصات سمعه. هو موريتاني سماوه الزرق وسماوه التصويت، العربية تقول له صوت وموريتاني يقول له الزرق، وسبحان الله موريتاني أوليات عبارات سماوه الزرق. زرقت راسك في انك ما وحلت الشيء، وزرقت طاقتك بها اللي ما طحت على شيء، وزرقت معناك ما اعرف، وزرقت كلامك به اللي مرت خدافة عن الباطل. هو اللي الزرق معناه ولاقص به الصوت، انا قاعد اعطى صوته يارتو ما ادري يتكلم بها اللي انت تتكلم به صوته، وصوتك اعطيته معناه انك عذبكم حضرك اعطى صوته الهادي يارتو عذبكم. ولن يتكلم تعود مبيقا إن قالوا تتكلم به ما تقول لك بوق ولا مكارش يعني كرواي انت صوتك عطيته أصمت. والله انتوا معكم عاقلين ما تفهمون. سموه باسم الزرق هو لا الزرق. ولذلك قال المولانا مخلوق زرق على رقاه ما عاد دم نهرنا يا الموريتاني ما يملوا. وياس منهم ما في إمارة المؤمنين المؤمن قال نفس لمن لا يبدغ من شعر مرتين ما ينعظ مرتين في بريده وتملى فيه. وموريتاني الواحد منهم يرد زمرات في الزرق وتم ما يخلق الزرق ما قبط حروه كانوا مازرق. ولذلك العود واقف في أعراضهم ها لا تزرقوا به لني تزرقوا دور تزرقوا ولن يزرقتون ودور يزرقوا يدفعوا توجههم بعدين يكروهم والله ينكفروا لهم والله يقولوا لهم رده ولهم هم دويعي كل مدلي بيناتهم اللي تطلع عن نتائج يقول لك يقصر عمره قرن لك ساعة وما تملوا ولا تخلق مناسبة لهم انهم متحكمين من اللي يرشحون ينطعزوا طعز اخر. وبالتالي سؤال السيدة كان هطيع امها في الزرق الى عادة ما امرت به انه يزرق له معروف بشي متعدل وشي طيب الله الا تزرق ما تقمها وعبدهم اللي ما يزرق على حد الشيء واضح لأنه سيء. ولعاد الله من هذا الخلق اللي متحرك اللي ياسر فيه ما حد مترشح من الصحابة وعند من يطلع يعود فرعون هذا ما يجير ابن ما هم ولا المترشحين زمن الترشح شو من الصحابة لجلة الواحد ما يوعدك ما هو من عند الجنة رجل وعند من يطلع عرانة التوفيق إلى فوت عمرك كان مرنجي الدور تشبره لهم أدري يجبر يتم يتخشش في الكبات ما عاده مترشح ولا تبقى بليلة ما جاء ويوم الطالع تعود إلى سجرت مع أهل موعد فهو تعام ما ترى ولا أجبرت يقول لك كبر منك ومعناها ما نبيت تشوفه قاع. هذا اللي منكم يعرف الحق يعرف أنه حق
يا غير احنا موريتاني نعرف الحق يا غير ما نشو من زرو لا من السلع ومن الدناع الا من رحم ربه. وتجي إذاعة موريتاني وتبات تحدر شو من اللي كلي وتخلي الناس مع الصباح وكلها عدى الحصة وحملة وانقال لك اسمع الصلقة وقالوا انه دوري عدل ودوري عدل ودوري عدل وانه هو متعدل. قال لك كانوا يغيب ولا له يخلقش من الزرق ما كلها جاوا واحدين باسم الدين واحدين باسم الاخلاق واحدين باسم القبيلة واحدين باسم ولايته واحدين باسم لون واحدين باسم طائفته واحدين باسم اصحاب وكلها هنا غرق هنا كلها تقبل وكلها يسرق وراه هو سرقته كان فايده يتاخذ وراه وسرقها عاتم باضي ايوه تخطى. امرأة لها طبع حار ترفع صوتها على زوجها حالة غضبها ثم تطلب منه المسامحة فيسامحها فهل هذا يسقط عنها ما مضى؟ اه والله يقعد يرفض اي صوتها مرة رفعوا صوتهم ولا اي صوت كامل ينصات خلوا الكلام خلوا ذا النوع من الضحك. انا لما نقول وياك ان حد يضحك ولا حد يبكي هذا من باب النصائح ونعبر لكم عبارة تفهموها كامل. الناس في الشيء ما يفهم ما هنين يدم كانوا بالعبارة على هنو يا رفع صوتها وش قال يعات من فقعة والله رفع هو صوته يا عادي بنات الأسر إما الحمد لله ما يديك وباب الكلام والخصومات عادي سامحوا طوهم رد عادي ايوه تخط. زوجة تنهى زوجها عن لعب ما يسمى بغامر فهل تواصل نهيه أم تتوقع؟ والله تم الله تقول له يا فلان تقي الله وخلي عنك غامر ما في هذه الغاية تفرق عمرك فيما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة. ومولانا قال عن نصرة يذكر سورة الطلاق دارف نقرها آية قال واتمروا بينكم بمعروف معناها يا أما الراجل يآمر مولاة خيمته ويا أما المرأة تآمر مولاة خيمتها ويتعاونوا على طاعة الله يا الله هي تعود داعية وتقول له هو يتقى مولانا يا الله هو يعود داعية ويقول له فلان اتقى مولانا بهذه لا يعقب يفرقهم ملك الموت كله يندار في قبره يصور عن حال. نعم متحط. هل يجوز أخذ شيء مما عند الوالدين من المال من دون إذنهما وهل أخذه يعتبر سرقة؟ ما ينبغ والدين شي كامل يعناهين عنه يعملوا ما هم مالهم ما يعارق بهم حد يكون معصية مولا ولا يعقهم فرق ويبيطر نشتهم ما هم عاطين فيها لذن ما وش ينقروا سوّل الصمد ركان عود صرق إذا تنقطع ليدين ما تنقطع عيدك لأنك اللي قابض الوالديك ولا هم ما قاعد يقبلوك تنقطع عيدك إن يعرفون ما تكون إيدك لا تنقطع درقون سامحين له لأن الوالدين مربهم ولانا اللي فيهم قهر من الله ولا هم لا يخلوك تنقطع عيدك والشريعة اللي قاعد ما ترود ليدك ولا أقراعك ابدأ ما ينقال له سارق بلاك المعنى غير يعود عصابة ما دام اقبلش من مالهم بلا إذنه. نعم. نساء لم يكونوا ملتزمات من قبل وكانوا يتوضؤون أحيانا للصلاة وأحيانا لا فما حكمهم بعد التزامهم فيما مضى من صلاتهم؟ يعلوا الصلاة كاملة حد منها كان لا يفجرها وكان يخرمزها وكان ما هو معتني بصلاته والله صيامه والله زكاته والله شي من طاعة مولانا الوجب عليه يتوب المولانا وينبه الله ويعود عاد مهتدي يا الله يتبارك يقضي اللي متيسر له من الصلوات ويقضي المتيسر له من أرماضي ويقضي المتيسر له من الزكوات كانوا إلى جات الموت إلى عاد قاع ما جات الموت يعني إذا تقبل كامل ذي نعمة من الله وإلى مات هو يقضي يعود بعد راجعون إلى الله تائب إليه ولكن لا مظلوم فيه الخير. أيوة خط. ما حكم المتشبهين من الرجال بالنساء؟ ملعوني ملعوني ملعوني. وهل يجوز السلام عليهم بالنسبة لنا وهم إخوة لنا من الرضاع؟ يعود راجل من قردي قنات والله مرة من قردي قنات المرة مشبهة بالرجالة والرجالة مشبهة بالعلاس ما يسلم عليهم ولا يقعدوا حذاك ولا تعيط لهم عند العلاس ولا تعطيهم خمسة ولا قد يتقاعلي منهم مدى كيدوا تحفظوا مولى المعصية تخلاص وجهه يقسي القلب هتكارط لا تسكن عينك عليه ومرة متبرجة لا تسكن عينك عليها بهذه عورة وتخلاص المعصية يروم ويجرى على المعصية.